السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب اللارين فهد العباسي بالصف الأول المتوسط من إدارة تعليم جدة، والحمد لله حصلت على جائزة ثرمو فيشر العلمية اللي تتأهلني كطالب مصاحب لمعرض العلوم والهندسة آيسف لتمثيل المملكة العربية السعودية، والحمد لله هذه الجائزة فائدتها لي والفائدة يعني لكل السنوات القادمة للطلاب اللي بيحصلون عليها، عشان يكتسبون الخبرة من المشاريع وكيف لما يقدمون البرزنتيشنات والعروض. وصراحة الحمد لله يعني من أول يوم اكتسبت خبرات جدا كثيرة، وإن شاء الله عشان أتعرف عن السنوات الثانية أو السنوات الجاية إيش بسوي وإيش كيف بشارك أساسا، والحمد لله أخذت فكرة كاملة من هذه الجائزة والحمد لله. وشكرا لاستماعكم ودعواتكم توصلنا.